انا بالنسبه ليا اولا تعليم عن بعد ما عطيش التلميذ على غادي كيما كتجي كتلقاي ولدك فيه النعاس ما فيه ما يقرا كتجي تفيقي فيه عن بعد ما عطا والو. حنا ماشي ديك الدول ديال امريكا اللي حنا متربين على عن بعد عن بعد ما غاديش. وهذا الشيء اللي قالوا نجيو نسينيو باش نصيفطوا وليداتنا للمدرسه، الا كانت المدرسه متجهزه ويجلسوا في طاولات فيها البلاستيك والحواجز البلاستيكيه وما بين طاوله وطاوله يكون واحد البعد ويكونوا الدراري كيخليهم الاستاذ انهم يعقموا ما يكونش يعطيو ستيلوات لبعضياتهم وداك الشيء يكون طفل. كاين المدرسه بعدا هي اللي غادي تعطي هذا الشيء. انا في الدار حنا راه كنقولوا لهم وحنا حايرين سيني باش تصيفطي ولدك في البرومي كونتاكت نديهم للسبيطارات راه حنا في حيره. زعما ما كارهينش ولادنا للتعليم، راه حنا باغيين عندنا حرقه ان ولادنا يقراو، ولكن ديك الحرقه قدام تلوحي ولدك في واحد المدرسه ما فيها لا حاجز لا نظام لا والو راه ما نقدروش. دابا راه حنا باقيين كنا في التساؤلات، راه اليوم نقولوا غنصيفطوهم غدا كنقولوا ما كاينش غنصيفطوهم. ايوا هاد الحيره كيفاش غنديروا ليها؟ هادي ايكواسيون. صيفطوا لينا من بعد عيد الكبير ومن بعد البحر وليداتنا صافي سالينا مشينا. حنا على على البعد مزيان غير من المدرسه، اذا درتي المدرسه خويا غتقدر توقع شي حاجه تقدر تولي شي بؤره ولا شي حاجه. اللهم على البعد خير، على البعد تيتحيد هذا الوباء ويقدروا يديروا المدرسه اللي شافوا احسن باش ولادهم ما يتعرضوش لهم شي مرض كوفيد 19 فهمتيني بحال هكا. لانه قرار غير صائب من المرحله الاولى ان التلميذ ما كيبقاش مركز على القرايه. علاش؟ لانه كيكون في الدار كيبغي انه يقدر يكمل هذاك الدرس وفي نفس الوقت يقدر يخرج يمشي يلعب ولا يمشي مثلا المهم على حسب يقدر يمشي يدي فولا في شي بلاصه اخرى. اما القسم غادي يركز على القرايه ديالو سيتو غيكون مجموع مع الدراري وداك الشيء. فبالنسبه لي انا هذا مشكل شويه غيكون غتكون واحد استراتيجيه جديده بالنسبه للتلاميذ ما غاديش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه لانهم هادشي ما عاشوش. هذا هو الواقع. انا بالنسبه لي الحل هو انهم يقراو في القسم يديروا احتياطات ديالهم مثلا كل واحد وبلاصه ديالو بوحده ويديروا التعقيم وتكون داك الشيء يعني يكون تكون عنده واحد استراتيجيه زوينه يكون شويه المراقبه شويه الاهتمام شويه واحد الحيتيه جديده وربما تقدر تعطي واحد النتيجه كثيره بزاف. اولا مبدئيا في كل العالم التلاميذ مشغول الاهتمام دماغهم محتل بالكره واللعب يسون با موتيفي. فان اقصيناهم عن حجرات الدرس ضاعوا في فضاء العبث والفوضى والتيه. انها جنايه سترتكب في حق ابناء هذا المغرب وابناء العرب وابناء كل المتخلفين. التعليم يكون عن قرب مع تبعاته الصحيه. انا بالنسبه لي بطبيعه الحال الا كانت القرايه في المدرسه كتكون هي احسن وسيله باش تدخل واحد الفكره مزيانه كتدخل للتلاميذ، لان التلاميذ اذا كانوا في واحد الانسجام بطبيعه الحال انك تكون عندهم واحد الفكره احسن مما باش تقرا بوحدك. ديما كتكون ما كديهاش في واحد الدراسه بواحد الشكل اللي هو ايجابي. الا كانت المدرسه كتكون احسن غير انما كنقراو لهاد الظروف اللي حنا عايشين فيها دابا تيمكننا تكون مدرسه ولكن تكون بواحد الطريقه ديال النظاميه واحد الطريقه ديال الوقايه واحد الطريقه كما كندير واحد التباعد وواحد شي حاجه باش الا كان الاستاذ بطبيعه الحال كيلقي الدرس التلاميذ بانهم تيستافدوا وكان احسن. اما باش نقراو في الدار ما عمر غتكون قرايه في المستوى ما عمر غتكون شي حاجه اللي صحيحه. اخويا بالنسبه لي انا غادي ندخلهم للمدرسه حيت كيقول لك باش غادي تعمر واحد الورقه هذه كانك اب الاسره باش غادي يشوف زعما وليداته وهذه، ولكن احنا بالضروره باش خدامين وهذه وكذا ما يمكنش لك باش تخليه بوحده في الدار. نصيفطوا للمدرسه ونتبعوه ميم طون في الدار. في الاوقات اللي تكون عندنا خويا نتبعوهم في الدار وليش. ناخذوا وقت من واخا حتى الليل، المهم الدري ملي كيجي من المدرسه يقرا واحد الطرف في المدرسه. حنا راه ديما كنتبعوهم بلا حضر الصحي، راه هما كيقراو في المدرسه كيربيو في المدرسه وحنا كنكملوا في البيت.